قال السياسي الإنجليزي إدمون بيرك: كلما ندقق في القرآن نرى كماله وعلوه، يجذب المرء أولا ثم يبهره ويحيره ويجعله شغوفا به، يجبر المرء على احترامه وبذلك ترى تأثيره في الأعماق. وتقول المستشرقة الألمانية أنا ماريا شميل: القرآن هو كلمة الله محاة بلسان عربي مبين، وترجمته لن تتجاوز المستوى السطحي، فمن ذا الذي يستطيع تصوير جمال كلمة الله بأي لغة؟ ويقول الباحث الأمريكي مايكل هارت: لا يوجد في تاريخ الرسالات كتاب بقى بحروفه كاملا دون تحوير سوى القرآن الكريم. ويقول البروفيسور يوشودي كوزان: إن هذا القرآن يصف الكون من أعلى نقطة في الوجود، إن الذي قال هذا القرآن يرى كل شيء في هذا الكون وكل شيء مكشوف أمامه. وقال الكاتب والمؤرخ الاسكتلندي توماس كارل: القرآن هو الكتاب الذي يقال عنه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال الأديب الألماني جوهان غوتي: كلما قرأت القرآن شعرت أن روحي تهتز داخل جسدي. وقال الروائي والمفكر ليو تولستوي: سوف تسود شريعة القرآن العالم لتوافقها وانسجامها مع العقل والحكمة. وقال القائد العسكري نابليون بونابارت: أمل أن الوقت ليس بعيدا عندما سأكون قادرا على توحيد جميع الحكماء والمتعلمين من جميع البلدان وإقامة نظام موحد على أساس مبادئ القرآن الكريم التي هي حقيقة وحدها التي تؤدي إلى السعادة. وقال الفيلسوف الفرنسي المشهور ماري فولتر: أنا على يقين أنه لو تم عرض القرآن والإنجيل على شخص غير متدين لاختار الأول، إذ أن الكتاب الذي نزل على صدر محمد يعرض في ظاهره أفكارا تنطبق بالمقدار اللازم مع الأسس العقلية، ولعله لم يوضع قانون كامل في الطلاق مثل الذي وضعه القرآن. وقال الفيلسوف الفرنسي جوزيف رنان: كلما أحسست بالإجهاد وأردت أن تنفتح لي أبواب المعاني والكمالات طالعت القرآن حيث إنني لا أحس بالتعب أو الملل بمطالعتي بكثرة. لو أراد أحد أن يعتقد بكتاب نزل من السماء فإن ذلك الكتاب هو القرآن لغير، إذ أن الكتب الأخرى ليس لها خصائص مثل القرآن. الجراح الفرنسي الشهير موريس بوكاي: قرأت القرآن بمعان ووجدته هو الكتاب الوحيد الذي يضطر المثقف بالعلوم العصرية يؤمن بأنه من الله لا يزيد حرفا ولا